المكان حلو قوي يا أرنوب. أهلا بيك يا فندم، شرفتنا في المحل. أنا سوزي، وأنا هنا علشان أساعدكم تلاقوا الحيوان الأليف المناسب ليكم. أهلا بيكي، إحنا أول مرة نيجي المحل، وإحنا بندور على حيوان أليف نقدر نتعامل معاه. أقدر أقولك إنك في المكان المناسب، المحل هنا فيه اختيارات كتيرة ممكن تختار منها اللي أنت عايزه واللي يناسبك. ممكن حضرتك تفرجينا المحل؟ الأرنب الأبيض ده حيوان أليف بنربيه، بس محتاج عناية خاصة. هو بيحب يأكل الخس والجزر، وطبعاً عنده فروة ناعمة جميلة بيضة. ممكن أكله؟ بس حاسب يا عضك، دي سنانه حادة قوي. ما تخافش، ده حيوان هادي وطيب قوي. آه، ده شكله كيوت قوي. استنوا بقى، هروح اجيب لكم الحاجة اللي هتأكلوها. اتفضل، جهزت لك الأكل، خس وجزر وذرة. شكرا، انا هاكله جزر. يلا مد ايدك، ما تخافش، طلع له الجزر. قرب قرب، ما تخافش. تعالوا معايا حوريكم حيوان أليف تاني. ده كلب جولدن ريتريفر، اسمه الجميل من لونه الحلو الذهبي. بص لونه حلو ازاي، دي من أشهر أنواع الكلاب المحبوبة. لونه فعلا حلو قوي. الكلب ده اسمه ريكس، وعنده سنتين ومدرب كويس قوي. ايه رايك يا بابا فيه؟ وانا صغير كان عندي كلب جولدن ريتريفر برضو. الكلب ده من اكتر الكلاب اللي الناس بتطلبها دايما. بص يا بابا، ده بيهوهو، ده شكله حبنا. آه، بس الهوهوة بتاعته مخيفة. ده فعلاً حبكوا وعايز كمان ينزل ويلعب معاكوا. وكمان ده بيسمع الأوامر، بص هخليه ينزل من السبت اللي قاعد فيه عشان يلعب معاكوا. جداً ريكس. جود بوي ريكس. ممكن نشوف كلاب تانية؟ وسنه يكون صغير شوية. أيوة طبعاً، في كلاب تانية، اتفضلوا معايا. الكلب ده ماونتن دوغ،
يمتاز إن هو الفروة بتاعته بتبقى تقيلة وجميلة وكثيفة جداً جداً، بس هو كلب كسول شوية، بس مش هتمنع نفسك إنك تحضنه طول اليوم. ما تنخدعوش بحجمه الكبير، ده سنه صغير على فكرة، بس هو طبعاً بياكل كتير. ايه ده؟ ده كلب كبير قوي، ده هيكفي في البيت ازاي ولا في العربية؟ ده محتاج بيت مخصوص ليه. عندك حق طبعا، بس في ناس بتطلبه عشان بيتحمل البرد، وساعتها ممكن يبات في الجنينة بره. فعلا عندك حق، انا جدتي برضو عندها نفس الكلب وعامله له بيت في الجنينة بره. انا ممكن اخليكم تتعرفوا على الكلب، تحب اجيب لكم فرشة تسرحوا بيه فروته؟ دي فكرة حلوة قوي، بس ده أكيد محتاجين فرشة كبيرة عشان نقدر نصرحه كويس. أكيد طبعا، كل الأدوات جاهزة عندي، أنا هوري لك الفرشة حالا. اتفضل، اهي الفرشة اللي قلت لك عليها. بص هو مرتاح ازاي وعمال يتمسح فيا. يجنن يا بابا، ايه رأيك فيه؟ هو كلب مدهش الصراحة وما يتقاومش، بس مش كبير شوية. يعني المواصفات اللي بتدور عليها كلب صغير وما يكونش ضخم؟ ايوه بالظبط، هي دي المواصفات اللي محتاجينها بالظبط. طب هو في كلب بالمواصفات دي في المحل؟ أكيد طبعاً، أنا عندي كلب أعتقد إن فيه كل المواصفات اللي أنتوا عايزينها، تفضلوا معايا. كلبة فينيسيا دي جميلة جدا جدا، ودمها خفيف خالص خالص، وصغيرة سنها صغير، جميلة جدا ومناسبة لكل احتياجاتكم. دي لعبية، دي نطت علي أول ما شافتني. أيوة هي دي الكلبة المناسبة، فيها كل الصفات اللي محتاجينها، دي هتعجب كل الناس في البيت. أيوة دي أختي دايما كان نفسها في كلبة من زمان. أنا مبسوطة قوي إنها عجبتكم ولقيتوا الحاجة اللي بتدوروا عليها. طيب اتفضلوا انتوا في الاستراحة وانا هحضر لكم فينيسيا والليش بتاعها وكل حاجة خاصة بيها. انا مبسوط قوي ان احنا قدرنا نلاقي كلب مناسب لينا. ايوه يا بابا، ده احنا بقالنا كتير قوي بندور. بابا بص، ده في قطة شكلها حلوة قوي هناك. بص بتلعب ازاي في البرج بتاعها، ده برج القطط، القطط بيحبوا يلعبوا فيه قوي.
احنا ما ينفعش نجيب قطة في البيت، دي ماما هتموتنا. اه صحيح، دي بتخاف قوي من القطط. ادي فينيسيا اهي، جهزتها لكم وجبتها لكم لحد عندكم. ايه الطوق الازرق الحلو ده؟ ده جميل قوي. حلو قوي الطوق. هو في حاجات نقدر ناخدها عشان نهتني بفينيسيا زي اكلها وشربها او حتى الفرشه؟ انا كمان عندي كتب ممكن تشتروها تساعدكم في موضوع التربيه دي وتفهمكم ازاي ان انتوا تعتنوا بالكلاب. على فكره انا شفت فيديوهات كتيره قوي عشان تساعدنا نربي الكلبه. ممكن بيت للكلب عشان نعرف نحطه في العربيه؟ ايوه انا في بيت في دماغي هجيبه لكم دلوقتي هيبسطكم جدا. اهو بيت جميل بناتي علشان فينيسيا تعيش فيه وتنبسط. شكرا ليكي قوي، احنا تعبناكي قوي معانا. ايه ده، البيت قد فينيسيا بالظبط. يلا ادخلي يا فينيسيا. ممتاز، ده احنا نقدر نستخدمه وننقله في اي مكان. ده سهل كمان ننقله في العربية. وادي الأدوات اللي فينيسيا محتاجاها، الكور بتاعتها، المشط، الفرشة، علشان تنبسط معاكوا وتنبسطوا معاها. طب هي فينيسيا بتاكل ايه؟ فينيسيا ليها اكل مخصص انا كمان حطيت لكم منه، هي بتاكل مرتين في اليوم. طب انا عايزه اشوف الحاجات اللي بتستخدمها. ايه الفرشه الحلوه دي؟ لها وهي كمان صغيرة لازم تدوها لبن. هي على فكرة ما أكلتش النهاردة ومعاد أكلها دلوقتي، أنا هحط لها الأكل وتشوفوا بتاكل إزاي. وحشينا قوي يا فينيسيا، واي حاجه تحتاجوها تعالوا على طول ما تترددوش. اكيد طبعا، اي حاجه محتاجينها هنسالك. يلا نحاسب على الحاجات. ده فرد جديد انضم لأسرتنا يا بابا. احنا كده بقينا 5 افراد في العيلة. يلا عشان افرح مامتك واختك. يلا يا فينيسيا.
لو عايزين تشوفوا مغامراتنا مع فينيسا اشتركوا في القناة ودوسوا لايك على الفيديو كمان، وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو بتاع الفطار الجميل اللي أرنوبة وأرنوبات حضروها لي. باي باي.